من أجواء المرح والفرح والوناسة نمسي عليكم من مهرجان الوفاء بسيهات. أخذكم الآن في جولة نتعرف على الفعاليات والأركان الموجودة. خليكم معنا. نبدأ معاكم بالترفيه، وهذه الألعاب الكهربائية، مجموعة متنوعة من الألعاب ما شاء الله تبارك الله. عندكم السفينة وعندكم الدوار وعندكم أنواع الألعاب. يا سلام على الحركات. وهنا عندنا بيت رعب مسكون، يا ساتر. وهذا جانب آخر من الألعاب، عندنا هنا دبابات، هنا سكوترات، بالمنطقة اللي هناك الألعاب الهوائية، نطيتات وزحليقات وحركات. والله أجواء المكان تجنن، مكان جميل جدا وخصوصا للعائلات يقضون فيه أحلى الأوقات. عندنا المنطقة هذه جلسات خارجية مفتوحة، بالإضافة إلى المطاعم والكافي شوبات. أجواء جميلة جدا. هنا شاورما ومطبق. مجموعة حلوة، ديوانية المجلس، شاي وقهوة وحركات. دلع غوار يعطيكم العافية. حركات. وهنا بطاطس جيزان. وهذه حديقة الطيور الأليفة. أليف؟ يلا. يا حركات، شايفين كيف الأجواء؟ أخي أجواء جميلة ينبسطون فيها الأطفال. هذا الشلوب. إيش رأيكم في المكان؟ يجنن ها؟ والأجواء بعد تساعد. وأحلى كبرز. أيوة أيوة. حبة فوق وحبة تحت. والعب يلا. يا سلام. العب يلا. ايش الاجواء هذه؟ شوف ما شاء الله والغوريلا. واحلى غزل البنات. ايوه شعر البنات. ولا يفوتكم بنت النوخذة، طبعا عندهم برجر، عندهم نودلز، عندهم فيليه، عندهم ربيان. حركات بنت النوخذة، لا تتعدوا المكان ده. معنا الاستاذ علي السالم مدير المهرجان، اسعد الله مساك، يعطيك العافية. الله يومك وسعد الله قلبك حبيبي. كيف الافتتاح؟ الافتتاح جميل، والافتتاح فاق توقعاتنا اصلا، الحمد لله رب العالمين. الزوار اللي جونا من المنطقة، من سيهات، من قطيف، من الدمام، فأول يوم هذا اليوم التجريبي ما شاء الله، اليوم افتتاح تجريبي والحضور كذا. اي نعم ما شاء الله تبارك. ان شاء الله بكرة بيكون في فعاليات اكثر، ويكون فيه فرق استعراضية موجودة. أوكي. بكرة وبعد بكرة ولا بعد ان شاء الله عندنا فقرات للمسرح ان شاء الله. ان شاء الله ترضي الجميع ان شاء الله. وهدايا وجوائز سمعت. اكيد اكيد اكيد. باب الحارة. ايوه. بعد عنك ازجارة خليها محتارة. لا الحمد لله جيراننا كويسين. الله يسلمك. في عندك مفتة لبنانية بتعيشك عيشة هنية. وهذه خيمة التسوق ما شاء الله تبارك الله، طبعا مرة مرة ضخمة. هذا رياف اليمن، عطارة وقهوة وزعفران وحركات. قهوة الخولاني، قهوة الكيف، والضيف محوج جاهز أهيل وزعفران ما شاء الله تبارك. وهذا الشاي الكرك العدني، هذا المطلوب يا طيب. الله ما شاء الله تبارك. وهذا كينج كلين، انتو حق تنظيف صحيح؟ ما شاء الله تبارك الله. المعمول اللي بيطير له اكيد المعمول، كريمات، حاجات، دايت، سكر، حركات. المعمول اللي بيطير العقول، ويقولكم العسل للعسل ما شاء الله، جميع أنواع العسل. أبراج الإمارات، هذا اللبان، هذا اللبان الخضاري، معمول وبخور. إن شاء الله في عروض، بس عروض إن شاء الله ما شاء الله تبارك الله. عروض 50%، خصومات 50%. هنا مطليات، طبعا أركان كثيرة إلى العبايات. يا مرحبا يا مرحبا. وهلا والله هالرقبي سدادي ما شاء الله. إن شاء الله بس في عروض وفي أسعار حلوة. يلا بالشباب ميت سلامة، أهلا وسهلا، مال الشام يا سلام. ما شاء الله ما شاء الله. الله، هذا الزيتون دول القلب والعيون. الله، زيتون الشام
يا سلام يا سلام. عندك محشي الجزر والمشوي والمحشي الفلفل البارد والمشوي الاسود، وعندك محشي الليمون المفرغ من غير نوى، محشي الزعتر، محشي البرتقال. ما شاء الله تبارك الله، خيمه التسوق مره ضخمه. لفت انتباهي الركن هذا، الركن الشامي، شنو هالحركات هذه يا شباب؟ سهلة بالركن الشامي. طبعا الركن الشامي اتاكم من دبي الى مدينه سيهات للمره الثانيه على التوالي. طبعا جايكم هذه المره قوين العرض، عندنا اكثر من 30 صنف فواكه مجففه. شوفوا فواكه مجففه خاليه من السكر والاضافات الكيميائيه، طبعا تتميز بدقتها وميزتها. عندنا الكركديه، الشمام، البخاره، الجريبفروت، البرتقال، كل هذه يا جماعه مجففه. وعندكم الجانب هذا الحلقوم، شوفوا كم نوع شامي. عندنا حلقوم بعد الاصناف، ايوه، العسل دون سكر، طبعا ما يضر بالمبادئ، يعني ما ينفع السكر ابدا. عندنا هذه الكستوفيه الملكيه، عندنا هذه بالايس كريم، حركات بوزة من نص الشام لمدينه سيهاي. تسلم. وش الحركات هذه ما شاء الله تبارك الله. طبعا ما ننسى عندنا خصم 20% لاي احد يجي من طرفك، ما حنقصر معاه ونزيده هديه من عندنا ما شاء الله تبارك الله. الله ينورك يا حبيبي، خصم 20%، لا يفوتكم الركن هذا، يجنن يا جماعه. اسماء مطليه ذهب، شنو هالحركات هذا؟ ها كيف الاسعار ان شاء الله طيبه؟ تمام، عاملين عروض بمناسبه المهرجان، الاسم ب50، واذا اخذت اسمين بتاخذ الاسم الثالث مجانا ما شاء الله تبارك. جميع الاسماء اللي انت عاوزها كله موجود. العود عندهم، العود والبخور واللبان، شو اللي يميزكم؟ ميزتنا اللي هي خمرياتنا الطبيعية، أصنصات تستخدم للشعر والجسم والملابس من أفخم ولدينا، بالإضافة إلى خمرية الجوهرة برضو أصنص خام طبيعية لتستخدم شعر والجسم وملابس. طبعا وهنا أم غفران للضيافة مشاركة أيضا بالمهرجان، حلا وحركات وكشري ورق عنب.